شوفوا كيف على الآن على إيدي. ليه شو هاد؟ هدول يلي بيمسك فيهم. فتحت أمه هلأ، سكرت أمه، قرف من إصبعتي. عم يتحرك طيب. سكي ما رح أمسكه. هذا الجزء اللي بيتاكل. كاني عم آكل اللسان. قنفذ البحر، كائن أسود ومعبى أشواك بيتاكل، واليوم رح أجرب آكله أول مرة بحياتي. أهم شي حط الكفوف مشان ما اتبهدل. رح أحط كفين هالمرة. أنا في عندي تاريخ عميق مع قنافذ البحر، معلمين علي كتير. هذا المكان معبى قنافذ البحر. رح نغير المكان لأنه هنيك معبى صيادة مشان ما نزعجهم. هذا بس جايبه مشان لأنه مرات السي أورشن قنفذ البحر بيكون عالق بقوة على الصخرة مشان ما أقعد أتلبك وأذي حالي بالأشواك تبعه. قنفذ البحر موجود بكل أنحاء العالم، وببعض الأماكن يعتبر انفيسيف، كائن مسيطر، وهذا الشيء بسبب خلل بالتوازن البيئي. فنحن هلأ رح نعدل شوي، نصطاده وناكله ونعدل شوي. بارده. الاحتباس الحراري أحد أسباب هذا الخلل البيئي. خلى الحيوانات يلي بتتغذى على قنفذ البحر تقل، وبالتالي قنفذ البحر صار يتكاثر على كيفه من دون ما حدا يوقفه على حده. في ناس بتقول انه هي مثل الكافيار بس ارخص اكيد. شوفوا كيف على الان على ايدي. فهذا على الوقت الطويل بيمسك مظبوط على الصخر. وحده كبيره المفروض هون نلاقي قنافذ بحر كبار. قنفذ البحر يعتبر كائن قديم كتير، له أحافير بترجع ل 450 مليون سنة. حاولت إيمو بإيدي أول شي بس كانت المهمة صعبة شوي. أول سبب علقان بقوة على الصخر، تاني سبب الأشواك تبعه عم يحركها وينزلها لتحت عشان ما أقدر حط إيدي تحته وإيمو من الصخرة. القنافذ متواجدة بجميع أنحاء العالم، وبآخر 7 سنين عدد القنافذ زادت بنسبة 10,000%. غرز شوكة من الشوكات بإيدي. هذا الكائن ما عنده عظام بجسمه، بس عنده 5 أسنان، كل سن له فك لحاله، عشان يقدر يتحكم وياكل الطحالب يلي بتكون على الآنة على المرجان. ليه شو هاد؟ هذا شكله للأكل. قنفذ البحر من فوق كله أشواك، ومن تحت بيكون مفلطح، وبالنص بيكون تمه يلي بياكل فيه. بياكل نباتات، حيوانات، أسماك صغيرة ميتة، بياكل كل شيء. هذا التم اللي هون الشوك بينكسر بسهولة، وبيفوت بالأصابع وبالجسم بسهولة كمان. هدول يلي بيمسك فيهم. هي الأسنان. فتحت أمه هلأ، سكرت أمه. السمك بيحاولوا يقلبوه عشان يقدروا يأكلوه من هون، لأنه هون الصفت بارت، من هون صعب كتير يقربوا عليه. قرف من إصبعتي. عم يتحرك طيب. سكي ما رح أمسكه. تعال هون، تعال وين رايح؟ والله ماشي بسرعة. لنشوف هلا كيف عملية. فاتت الشوكة، بيطلق اللايف. الله ستر. فاتت بعينها. الله ستر. أغمض عيوني. ما شكله هذا بيتاكل؟ المفروض هذا الجزء اللي بيتاكل، بس خربان شكله، هذا كله شخاخ، مو هذا اللي بيتاكل. والله باذنجان شكله. But I don't think we can eat that, eh? Yeah, this eating. But not this part. Yeah, no, this inside. This, yeah, inside. This. Yeah. That one. This? Yeah. No. Yeah, that one. No, this is hard. It's mouth. Yeah. Oh, that's. No, that's the mouth. No, inside. That's the teeth.
The whole body of this. That's the teeth. Yeah, the whole body of this inside. Yeah, yeah. هذا شكله ما بيتاكل أو ما في شيء يتاكل. إنه هو بالعادة بيكون فيه هيك مثل أربع شقف. تعالوا نجرب هاي. المفروض هذا اللي بيتاكل. الأورنج. يا هذا شح هاي هي. يا هاي هي هذا الجزء اللي بيتاكل. بجيب لك مي بسدر. عم يم الشقف اللي ما شكلهم خرج أكل. مثل أمعاء أو وسخ أو شيء. مفروض خالص الأمور. ليمون. نحط ليمونة. يمكن ما بتحط له ليمون. ما لها طعمة. طيبة. بس ما بعرف شو مذاقها. لزج شوي. هي شقفة تانية نظفها. نجربها هلا من دون ليمون. كاني عم اكل اللسان بالضبط. لسان ني. لسان حصان او شيء. خبرونا قولي اذا حدا عنده اي فكره اذا هذا بيتاكل وكيف بيتاكل وشو النوع اللي لازم يتاكل. على ما يبدو يمكن النوع اللي بيكون فيميل هو اللي بيكون صالح للاكل.